حملة ممنهجة بقالها يومين ثلاثة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي في هذا الاتجاه، وهو كلام غير صحيح. عيب. احنا او جمهور النادي الأهلي هو جمهور محترم، لا هو سمع ولا طاعة زي ما كان بيتقال او زي ما بيتقال. عيب الكلام ده، عيب لا يصح. وبعدين ايه لما حد فينا يتكلم من جمهور الاهلي تلاقي 100 واحد من بعض من لا يشجع نادي الاهلي طالعين يقولوا هذا الكلام. بصوا بقى بيتكلموا ازاي، بصوا بيقولوا ازاي. هو حضراتكم كبعض من لا يشجع النادي الاهلي عايزيننا تقولوا هذا الكلام ونحن نسكت؟ ما حدش هيسكت على هذا الكلام، ولكن هنرد بطريقتنا وباحترامنا وباسلوبنا وباسلوب النادي الاهلي، مش هنرد بحاجه تانية. النهارده النادي الاهلي هنقول لحضراتكم ان في بعض قرارات مجلس الاداره اتخذها النهارده، وايضا بيان صدر من بعد اجتماع مجلس الاداره هنقول لحضراتكم ايه اللي حصل فيه. خلونا نشجع نادينا بطريقتنا طالما لم نتعدى حدود النادي الاهلي. النادي الاهلي بمبادئه وباخلاقه هو اعظم من اي شيء اخر، اعظم من اي نادي اخر بالنسبه لجمهوره، بالنسبه لجمهوره، ما بنقولش بالنسبه لجماهير اخرى. زي ما قلت لحضراتكم، هو العظيم الراحل صالح سليم لما اطلق هذه المقوله كان بيقولها في انتخابات النادي الاهلي، مش لانديه اخرى ولا لجمهور اخر ما بيشجعش النادي الاهلي ابدا. النادي الاهلي يظل دائما فوق جميع كل ابنائه، وانا بأؤكد على هذه الكلمه.